بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين وعلى آله وصحابة أجمعين. أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات، مرحبا بكم من جديد في حصة من حصص التطبيقات الكتابية ومع المفعول فيه واسم الزمان والمكان. أذكر وأقول بأن المفعول فيه هو ظرف، إما ظرف مكان أو ظرف زمان، وهو اسم منصوب ويدخل ضمن ظرف المنصوبات، فالمفاعيل كلها منصوبة، سواء المفعول به أو المفعول مطلق أو المفعول لأجله أو المفعول معه أو المفعول فيه، فجميع المفاعيل منصوبة. وكذلك فهو يأتي إما ليبين زمان وقوع الفعل أو مكان وقوع الفعل، نسأل بمتى أو نسأل بأين. واضح؟ اسم الزمان والمكان فهما اسمان يصاغان من الفعل الثلاثي للدلالة على زمان أو مكان وقوع الفعل على وزن مفعل أو مفعل، مفعل أو مفعل كموعد ومطلع. كذلك اسم الزمان والمكان يصاغان من الفعل غير الثلاثي على وزن اسم المفعول، بمعنى أن نحول الفعل المضارع إلى زمن المضارع ونبدي الياء المضارعة بميم مضمومة ونفتح ما قبل الآخر. طيب، إذا هناك نص للشكل، حاولوا أن تقرأوه قراءة متأنية مرات ومرات، ثم اشكلوه شكلا جيدا، وحاولوا أن تعرفوا موقع كل كلمة من الإعراب. واضح؟ بحثوا لي في النص عن مرادف يستيقظ وضد الكسل، يعني انطلاقا من النص، ابحثوا في النص عن ضد الكسل و مرادف يستيقظ. متى يصحى الفلاح من منامه؟ كيف يبدأ الفلاح عمله في الحقل؟ ما الأدوات التي يستعملها الفلاح في خدمة الأرض؟ ماذا يوفر الفلاح للناس؟ إذا هذه الأسئلة انطلاقا من النص. طيب، تراكيب. استخرج من النص جملة مناسبة للترسيم التالية: فعل مضارع، فاعل، مفعول فيه. أعرف: أتم الفلاح العمل ظهرا، جلس سعيد أمام الحاسوب. الصرف والتحويل: أولا أملأ الجدول حسب المطلوب، الفعل اسم الزمان أو المكان وزنه، وعد، دخل، انتصف، استودع. وأتمنى لكم إن شاء الله تعالى حظا موفقا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.